موجز لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون وطن في رام الله، أهلا بكم. فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التكميلية صباح اليوم أبوابها في 8 هيئات محلية، والتي سيستمر الاقتراع فيها حتى 7 مساء. وتجري الانتخابات في قرى الجديرة، حوارة، وعزون، عتمة، وقيرة، ودير نظام، وبدرس، والخضر، واليسارية. ويتنافس على مقاعدها 34 قائمة، ويحق لقرابة 20,000 ناخب الاقتراع في 15 مركزا. لم نشاهد أي معيقات تتعلق بعملية الاقتراع منذ افتتاح المراكز من الساعة 7 صباحا حتى هذه اللحظة. فتم افتتاح جميع المراكز في الهيئات المحلية المقر فيها انتخابات. دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اللاجئين النازحين من المخيمات السورية إلى غزة التوجه إلى مقرها في مدينة غزة لتسجيل بياناتهم لبدء صرف المساعدة المالية المخصصة لهم في أقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول عن قائمة أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر حزيران الجاري، ووصل سعر لتر السولار 5 شواكل فارزة 86 أجورا، والبنزين من نوع 95 أوكتان 6 شواكل فارزة 61 أجورا، والبنزين من نوع 98 أوكتان 7 شواكل فارزة 86 أجورا، والكاز 5 شواكل فارزة 86 أجورا. كما قال البيان أن سعر اسطوانة الغاز من حجم 12 كيلوغراما 56 شيكل، ومن فئة 48 كيلوغرام 224 شيكل. تسود حالة احتقان الشارع الفلسطيني إزاء موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة القيمة المضافة، وعبر المواطنون عن غضبهم الشديد على الحكومة وطالبوها بإعادة النظر في قراراتها. أعطوني 1500 شيكل بالشهر، 500 شيكل، 1500 بالشهر، لا كهرباء ولا مية ولا إيش بكفين. شو الحياة ما يعني ماكلة هوا معانا من الجميع، يعني مش علي أنا. مش مصاري اللي الواحد يشتري، يعني لأن المصاري قليلة والغلاء فاحش. ختاما، أوقفت الشرطة 15 مطلوبا للعدالة وممنوعون من السفر أثناء محاولتهم المغادرة عبر معبر الكرامة أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية الشهر الماضي. وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن أكثر من 95,000 مسافر تنقلوا الشهر الماضي عبر المعبر، وكانت حركة المسافرين نشطة. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع وطن دوت تي في. إلى اللقاء.